استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم تقريرا أصدرته مؤسسة هارفارد للتنمية الدولية، أشار إلى أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد مصر بمتوسط 6.8% سنويا حتى عام 2027 ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم وفقا لما جاء بالتقرير. وأشار التقرير إلى أن ما يجمع بين عدد من الدول منها مصر والصين وفيتنام باعتبارها أسرع الدول نموا وفقا لتلك أو وفق تلك التوقعات، ليس لأنها تتشارك نفس المستوى الإقليمي أو التعليمي أو المنطقة الجغرافية أو مقياس جودة المؤسسات، ولكن تمتلك كل واحدة من تلك الدول قدرا أكثر تطورا من المعرفة المتخصصة أكثر مما هو متوقع، أو أن الدخل بها من شأنه أن يدفع التنوع والنمو. يعني في كلام كتير محتاج شرح، علشان كده خلينا نروح للدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي. دكتور وائل برحب بيك، ورأيك في هذا التقرير وما يعبر عنه التوقعات المتفائلة والإيجابية بشأن الاقتصاد المصري حتى عام 2026. في البداية تحياتي لحضرتك أستاذ تامر وتحياتي لجمهورك الكريم. أهلا بيك. لما نيجي نسمع عن التقرير بالفعل إن هو بيتفائل إن خلال 8 سنين تقريبا مصر هتوصل لقرابة حوالي 6.8%، برغم ان هو رقم جيد جدا 6.8% كمعدل نمو، ولكن بيخوفني انا لان احنا دلوقتي الحكومه كل سنه بتعمل معدل نمو بالفعل ارتفاع في المعدل بقرابه من نص ل 6، يبقى بالتالي هيبقى من اول السنه اللي جايه هيبقى في عمليه تباطؤ في معدل النمو الفتره اللي جايه. تمام؟ ده نمره واحد، فبالتالي ده عكس التاريخ اللي هو اللي اتقال. نمره اثنين، بنتكلم النهارده لما ضرب المثل بالصين وفنلندا وضرب المثل في مصر. عايز اوضح حاجه مهمه جدا، ان هو بيتوقع ان بالفعل الصين هتبقى معدل النمو سريع جدا وهيوصل 6%. 6% ازاي والصين حاليا دلوقتي عامله 6.4% معدل النمو بتاعها، وكمان عندي حرب اقتصاديه شرسه جدا وجمارك ورسوم وما شابه ذلك ب 350 مليار ما بين الولايات المتحده الامريكيه وما بين الصين، يعني تفاقم الازمه ما بين الصين وما بين الولايات المتحده الامريكيه الفتره الجايه كبيره جدا، فبالتالي ان حتى توقعاتي بالنسبه للصين اعتقد انها كانت شماعه فقط لا غير، وليس على سبيل بالفعل ان ده تقرير دولي وده تقرير بالفعل موثق وده تقرير يحتذى به. تمام؟ نمرة ثلاثة. ما هو بالمناسبة بقى قبل ما نتكلم عرفنا مين هي مؤسسة هارفارد للتنمية الدولية، وهل هي تقاريرها من التقرير المعتد بها عالميا ومما يؤخذ منه؟ يعني أنا أول مرة أسمع عنها بصراحة، وأول مرة حتى تجيب تقرير للدولة المصرية أو أي حتى دول في العالم كلها. أنا شايف إن التقرير ده مجاملة. نخلي بالنا من حاجة مهمة جدا، إن تملي الصندوق قبل ما يبقى فيه قرار فرض على الدولة المصرية أو إجراء فرض على الدولة المصرية لازم يجي كده تقرير غريب من أي مؤسسة يتم الإعلان، حتى لو في تشابه في اسم المؤسسة. تمام؟ الصندوق آخر مرة قبل ما يدينا ال 2 مليار قال إيه؟ قال إن مصر هتنتهي من رحلة الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2019. معنى كده إن في إجراءات بالفعل الدولة المصرية هتقوم بيها حتى شهر نوفمبر القادم. ده نمرة واحد، يبقى بالتالي لازم ظهور هذه التقارير الدولية اللي بتظهر كل يوم والتاني مش عارفين أصل المؤسسة بتاعتها إيه. نمرة اتنين، بنتكلم إن مصر بالفعل هتطبق الآلية بتاع التسعير اللي هو الوقود وما شابه ذلك في نص شهر 9، آلية التسعير الجديدة. مش عارفين النهارده هل الوقود هيطلع ولا هينزل ولا التسعير هتبقى عاملة إزاي. يبقى احنا بنتكلم ان في اجراءات ما زالت حتى الان الدوله المصريه هتبتدي تتبعها او تتخذها على المواطن المصري مما تألمه، بس لازم توضح له رساله احنا في التقدم واحنا في النمو لمده 7-8 سنين قدام، عايشني 7-8 سنين قدام ويبقى لها ربنا. ماشي، بس ما هو برضو ان يعني حتى التقرير لو مش من مؤسسه يعني مشهوره دوليا او ليها سمعه كبيره دوليا، ولكن هو بتعززها ايضا توقعات ايجابيه سواء للتصنيف الائتماني المصري او توقعات صندوق النقد والبنك الدولي، دايما برضو في اشاده وفي توقعات ايجابيه بشان معدل النمو في مصر. لا، لما نيجي نتكلم النهارده على صندوق النقد الدولي بيجي يقول والله انا بتوقع معدلات النمو عشان 1 2 3 4 5 وبيجي في اخر سطرين يقول لك ومع الاسف ان الماليه العامه المصريه ضعيفه جدا ولازم نهتم بيها والا هتؤدي الى كوارث بعد كده. ده التقرير. يعني انا النهارده لما عشان كده باجي اقول لك ايه، هو لما جه قال 6.8 معدل نمو انا المفروض ان انا بقى ابقى فرحان ومبسوط؟ لا، طبقا للارقام اللي بتعملها الدوله المصريه كل سنه معدل النمو بيزيد من 5.5% ل 6.10%، يبقى انا بتكلم في 7 سنين لما هزيد حوالي 1.5% بس او 1.4 او 1.3، يبقى ده تباطؤ في معدل النمو مش زياده في معدل النمو. دي نمره واحد. نمره اثنين، لما نيجي نتكلم النهارده ان هو باني كل التاريخ بتاعه ان انا عندي حزمه او مجموعه مصنفه من الصادرات، انا عايز اقول له حاجه واحده بس، تعالى يا سيدي طلعت الرقم ده ليه؟ انا 78% من الواردات المصريه بيتم استخدامها داخل الدوله المصريه من مواد اوليه، يعني انا ما بصدرش 78% من وارداتي كلها سلع ومواد خام بيتم تصنيعها داخل الدوله المصريه، ما بيتمش تصدير منها حتى 10%.
يبقى انت على اي اساس انك انت طلعت الرقم ده؟ عايز تطلع الرقم ده على الغاز مثلا، او تطلع الرقم ده على بعض المشروعات احنا مش عارفين تكلفتها كام، ولا على بعض المحصولات الزراعيه النهارده اللي بنقول ان احنا ابتدينا ننتجها، وعشان كده اكتشفنا ليه سعر الطماطم مش راضي ينزل لل 50 قرش، وليه اكتشفنا ان سعر البطاطس مش راضي ينزل ل 2 جنيه، ان تكلفه المصانع الجديده ما تنفعش النهارده للاسعار القديمه، فبالتالي ده للتصدير. يبقى انا اتحملت تكلفه النهارده تمويل ورفع اسعار السلع الحصيلات الزراعيه المصريه على المواطن الغلبان تمام. عشان اعمل مصنع جديد واصدر بيه بره، يبقى ارقامك دي مش هتبقى مظبوطه، لان ده هيؤدي الى تاكل قوه داخل المواطن المصري، فبيؤدي بالفعل الى الناتج محلي مش قوي، فبالتالي هيؤدي الى تاثر الضرايب بتاعتك. يبقى احنا كلنا الارقام بتاعتنا بنضحك على بعضينا لو احنا قلنا هي المعدل تبقى اللي موجود لعبة لحضرتك. أرقام. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور وائل نحاس حقيقة. الخبير الاقتصادي. دايما لعبة أرقام، ويعني خناقة أو خلاف دايما في الأرقام بين الحكومة والمتفائلين وبين الخبراء الاقتصاديين والمتشائمين، دايما ما تبقاش يعني كل واحد عنده أسبابه الوجيهة. بشكرك شكرا جزيلا دكتور وائل نحاس، ونخرج إلى فاصل قصير ثم نعود لنفتح ملف الإخوان والعريضة التي وقعها شباب الإخوان في السجون. ابقوا معنا.